طبعا انت شفت الواد ده اليومين اللي فاتوا، لكن لو قابلته حقيقة هتعمل فيه ايه؟ هيكل علي من تونس، فنان استعراضي وبيعمل في مجال الرقص. لا تعرف هو ولد ولا بنت، دايما بينشر كل صوره ودايما بيتشبه بالنساء فيها، لدرجه انه نزل صوره لنفسه وبيقول على نفسه انه حامل بدون زواج، وقال كمان انه قطع الحاجه اللي بتثبت انه هو راجل، من النوع اللي بيحب يطلع اشاعات على نفسه لانه شايف انه ده هيشهره اكتر. وكمان نزل صوره ليه بيقول انه هو حصل على لقب اجمل رجل عربي لسنه 2021، وبيطلب من مصر ان هي تعمله تمثال بجانب ابو الهول. انا عن نفسي لو شفته أمسكوا السلك عليها.